سادتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في خبر عاطل. أهلا وسهلا بالشيف سمعة. يا هلا يا هلا، أهلا، شكرا على استضافتكم لبرنامجكم. صحنين وعافية. قصدك صحتين؟ لا لا يا زلمة، صحنين وعافية. صحنين. كويس، ممتاز. شو طبق اليوم؟ يا خواتي سجلوا عندكم المقادير. أولا قالب كيك جاهز، ثانيا 4 صحون وسط، ثالثا 4 شوك أو معالق صغيرة حسب الرغبة، وبعدين سكينة متوسطة غير ماضية. طريقة الصنع؟ أيوة. نشكح الكيكة ونحطها بالصحون ونلهطها. وصحنين وعافية. يا اخي يعطيك العافيه ابو صغير، الله يخليك بكيت دخان يا اخي. تفضل يا اخوي، احسن بكيت دخان. تفضل، اهلا وسهلا. اهلا يا اخي. ابو صغير، ممكن ندخن هون؟ لا اخي، ممنوع تدخن. ايش هذا؟ يعني بتبيعوا دخان وممنوع الواحد يدخن هون؟ طب خيو، في شغلة فاتتك، بتعرف انه احنا كمان بنبيع ورقة تواليت؟